نواكشوط التي ولدت فوق كثيب رملي شاطئي، تعيش تأثيرات التغيرات المناخية بتداعياتها التي تلقي بظلالها على قسمات الحياة هنا، لتظهر حاجة هذه المدينة الستينية لترميم بيئتها بواجهات خضراء مورقة، حاجة يسهم المواطنون فيها غالبا، فالنفوس مجبولة على حب الجمال والراحة، ولا غرابة أن تحييك أغصان نعسة تتدلى من الأسوار وواجهات المنازل، يقطف ذوها ثمرا أو رياحين منها أو يستظلون بها في الأوقات الحارة، وهذه دوافع كافية ليتوجه البعض لأماكن بيع الشتلات وشجيرات الزينة حيث تتوفر الأنواع وتتعدد. ما شاء الله نحن ما باقي هون صدراي هون ما هي عندنا هون بموريتان، الأشجار كاملين ينباعوا هون، لا عاد فلور يدوروا حد يجي هون، لا عاد يدوروا الأشجار المزمرة كاملة بقد تنباع هون في المشروع. ما شاء الله الكليان يجونا ياسرين، يجونا لموريتانيا هم اللي يقبوا من عندنا هون، هاي اللي يعدل في الدشرة كامل من الأشجار ينقبوا من المشروع اللي هو. وبالموازاة مع من ينشدون الجمال والاسترخاء في نباتات الزينة، هناك كثيرون يمارسون الزراعة سعيا لحصاد منتوج زراعي من الخضروات داخل منازلهم وتوفيرا لغايات غذائية أو صحية أو اقتصادية. الخضار أساسي في الدار، أساسي في الشوارع، أساسي لزينة المدن، ما ينصاب عنه، وفي الدار خاصة هو مهم للصحة، شوفته طرشي وتشرح، وأساسي في نظافة الهواء الصحي. عندنا هون مزروع، عندنا العنب وعندنا مانجو، وهون مالي بانانا وتماتة وبرجيم نقولوا لها نحن الباذنجان، عندنا ما شاء الله أنواع، وفيهم شفتنا قعرينا ثمرته. أهم شيء الماء، وبليدة فيها الرياح والشمس طبعا، وتم حد باله لا يدخل شي منزاز والله شي يقرا فيهم، ذاك يخسر نباتهم ويأثر عليهم ويقد قاع يكترهم. وطبعا عندهم شي من الأمور الأسميدة وشي من الأمور اللي نداروا لهم أساسيا لابد يتم يداروا لهم دائما. إلى جانب كونها داعما ماديا لدخل الأسرة، تمثل الزراعة المنزلية طريقة مضمونة لتأمين محاصيل لم تستخدم في إنتاجها مدخلات صناعية أو كيماوية لتسميدها أو إنضاجها. الزراعة المنزلية تستخدم فيها مواد عضوية أساسا، معناها يستخدم فيها أمازير، ويستخدم فيها شيء قالوا كومبوست مثلا خدمة، ويقولوا له واحدين اخرين مثلا الماده العضويه هي اللي تقلي النبات، مواد طبيعيه. بينما المواد الكيماويه وخاصه اللي نقال النترات واللي تستخدم في التسميد طبعا عنها فيها اضرار صحيه، لين نقولوا انتاج بيولوجي معناها انه ما فيه مواد كيماويه نهائيا، وبالتالي جوانبه الصحيه مهمه جدا. مع اتساع المدن والتحضر تزداد الحاجة عالميا لتدعيم الغذاء النباتي صيانة للكوكب وللحياة البشرية التي باتت تحت وطأة التلوث بالانبعاثات الضارة واستنزاف الإنسان للمساحات الخضراء لصالح أنشطته السكنية والصناعية. دونك النباتات عندها دور مهم في المنزل وفي الشارع وفي المدينة بصفة عامة. نبات لكي في شغلة الريه في جسم الإنسان، معناها عنها تمص التلوث وتصفي الجو. دونك دورها اساسي بعد كاع لصحته رجاج، صحته الجسديه وصحته العقليه. اخر دراسات اللي خاوت عن المناخ وعن المدن بصفه عامه الحياه فيها لا كاليتي دو في، تنصح دائما وتشجع الناس عنها تكثر من الاشجار ومن الفضاءات الخضراء في نقر المدن، به اللي تحد من تنقص من الأمراض الاضطراب والقلق وأمراض العقلية وتحد من الجريمة. دائما المدن اللي ياسر فيها الخضار ولاحظ فيها عن الجريمة انتقصت بشكل ملحوظ. إلا أن الزراعة المنزلية تحكمها عدد من الشروط الطبيعية التي تتطلبها الأنواع النباتية المختلفة في مواسم نموها وحصادها وحاجتها للمياه والحرارة وأشعة الشمس، وارتباطها بالموقع الجغرافي للأرض المزروعة الذي يؤثر في مناخها بطبيعة الحال. بالنسبة للخضروات، هناك خضروات شتوية، هناك خضروات مثلا مناسبة للفترة الحارة. نحن صالحنا
بعض العينات اللي تقدر تعود في المنزل، كيف مانجو، كيف سيترون، كيف دي فاريتي دي غرينادي اللي هي الرمان هذا، فما دي فاريتي على كل حال صالحين، دي فاريتي من اورانج صالحين. على كل حال الزراعات الزينه تختلف عاده عن زراعات اخرى فيها اللي يتطلب لا ظلمه، مثلا يا الله حد يدير ونقرا الدار به اللي طول ذاك يمشي واحد السميله ود الضوء، ديك الزراعات مولي مهمه. على كل حال ما عندها جانب غذائي غير عندها جانب مادي. قادر المنزل انه يعود فيه هذه الزراعات الخضروات بصفه عامه طول السنه، وقاعد يعود فيه مولي اشجار مثمره تعود اولا ثمرتها مفيده للتغذيه، ولكنها مولي تعود ايضا مظلل لهذا اللي ينقال له زراعات الخضروات في الفترات الحارة. ولما كانت الزراعة قادرة على انتشال كوكب الأرض، فهي بلا شك قادرة على انتشال الأفراد من البطالة واحتواء عدد لا بأس به من العاملين يقومون بتوفير سوق يؤمن طلبات المهتمين بالزراعة المنزلية. أنا نيجون نجي من الصباح نسقي نبدل الزوار نقدروا نيسر ما شاء الله نحولوا نملانجوا تراب، هو تراب ونحن نديروا له كومبوست، كومبوست مخلطو ما ينخلطو ما نسقو نسقو نقبرو زازوات ورستار كبار صغار خارجون شي نديرو في بط يو بط روز خلوني نكبر نديرو في زازوات نخلطو ما ياك تراب وكوب ميلانجو نديرو ادو نسقو ني نكبر نقيسو بهم نقود دشرة نقرصوهم. ومع أن ممارسة نشاط الزراعة يمد جذوره في ثقافات مجتمعاتنا الموريتانية المختلفة، إلا أنه أقل حضورا في صيغتنا الحضارية على عكس الجانب الرعوي وتربية المواشي، رغم ما تحققه الزراعة من فائدة بيئية خاصة وعامة، فالنبات هو رئة العالم وفيض أكسجينه، أصله ثابت وفرعه في السماء.